دكتور، نصيحتك ايه للشباب؟ يعني ينظر الشباب الى حضرتك، الى دكتور مجدي يعقوب، وهسألك عنه بعد قليل، لكن ينظروا اليكم يقول لك اه طبعا انت نجحت لانك خرجت بره المنظومة المصرية، لانك انت قدرت تشتغل في مناخ يسمح لك بالنجاح وبالتفوق وكذا. هل هذا صح؟ يعني هل ده صحيح؟ هل انه في الخارج المنظومة اسهل من عندنا؟ هل في الخارج الموضوع سهل تقدر بسرعة توصل؟ يعني كلمني عن التحديات كمان اللي انت تعرضت لها ونصيحتك للشباب. شكرا. نمرة واحد، يعني قدام النجاحات اللي احنا بنسمع عنها، أمثلة مجدي يعقوب، في آلاف مؤلفة لم يكن لها الحظ إن هي تحظي على هذا النجاح. فالنجاح والتحديات دي، التحديات بالذات موجودة في أي مكان هتروحه في العالم، سواء في مصر، سواء في أمريكا، سواء في الهند، التحديات موجودة. بس التحديات بالنسبة لنا إحنا الناس اللي بتنجح دي، بترى التحديات دي على إنها مش هنا عشان تهزمك، ومش هنا عشان تقف أمامك كعقبة، إنما هي وسيلة إنك تأخذ نوع من الصلابة والجلادة، وتحاول إن أنت تحسن من نفسك، لأن أمام كل عقبة خلفها في opportunity، في فرصة عمل. وعلى هذا أنا نصيحتي للشباب إن أنت خد بأسباب النجاح، حاول ان انت تكون عندك صلابه وجلاده وكوميتمنت، يعني التزام. كوميتمنت انديد، التزام. ومهم قوي القيم، القيم الانسانيه، الصدق، النزاهه، والحسن التعامل مع المرضى والزملاء، لان دايما هيكون هناك منافسه شريفه ما بين الزملاء، ودي لازم تخاض في اسلوب نزيه. وانا ده اللي انا اقدر اقول لاطباء مصر ولاي حد بيخوض تجربه في خارج بلاده وخارج حدود بلاده. هل كان الطريق سهلا يعني بمعنى وردي بالنسبة للدكتور هاني عتيبة، ولا كان في تحديات وأحيانا كان يشعر بالعنصرية، وأحيانا يعني موضوع برضو طبيب مصري داخل إلى بريطانيا، موضوع مش سهل في بريطانيا أو غير بريطانيا؟ بالظبط. انا طبعا انا عمري ما كانت المشوار سهل ووردي ابدا ابدا في اي مرحله من المراحل. وحتى انا النهارده بعد 40 سنه هناك مشاكل وهناك تحديات الانسان بيواجهها، اف لم تكن يوميا على الاقل مستمره. المهم قوي اللي انت حضرتك قدرتيه او رفعتيه دلوقتي، هي حته التحيز او العنصريه. العنصرية دي موجودة من قديم الأزل. داروين قال إن هيكون البقاء للأصبح الأقوى، لأصلح للأقوى. فدي للأقوى، دي نفسها عبارة عن ريسيزم. إحنا بنشوف في أفريقيا في نفس اللون حتة زي رواندي، إنما بيتصارعوا مع بعض. بنسوق وهتروحي بعيد ليه؟ في الديانات بتشوفي مثلا في حتة زي اليمن والسعودية، دي سيم، هم نفس الدين ونفس اللون، انما في عنصريه ما بينهم، في عنصريه ثقافيه، في عنصريه من جميع الانواع. فبالنسبه لي انا ما حسيتش ابدا، كنت لاكي وكنت محظوظ ان انا ما حسيتش بالعنصريه. والسبب كان بسيط، ان انا اي انتجريتد، ان انا تدخلت مع المجتمع، كنت ببص أكثر على اللي أنا بشاركه معاهم، القيم الإنسانية المشتركة بيني وبينهم، وده كان بيجمع بيننا كثيرا جدا، على عن إن أنا أبص على ما يختلف بيني وبينهم، وده كان من أكثر عوامل النجاح بالنسبة لي في بريطانيا.